هو ابوك فين؟ نايم جوه. طب قشطة، بقول لك ايه، تعال ننزل ناخد العربية بتاعته نلف بيها شوية كده قدام مدرسة البنات ونيجي. لا يا عم، العربية لسه جديدة، لو حصل لها حاجة هيعلقني. يا عم ما تخافش، مش هيحصل لها حاجة، تعال بسرعة، هي ربع ساعة وهنرجع. طيب قشطة، تعال ناخدها خمسة بالسريع كده ونرجعها. الله يخرب بيتك، ما كان زماننا قاعدين ما كانش حصل أي حاجة. أبويا لو قفش الخط اللي في الفانوس دي هيعلقني. عارف اللي يا عم، انا مش قد ضرب ابوك، انا مال. شوف انت هتقول له ايه بقى. خد ميكس، انت قلع يا حيوان بتبيعني. يا رب ما يعرف، يا رب ما يعرف. انت صاله ومش معديه. عارف مين يا حيوان يا كلب البحر؟ انت اللي عامل في العربيه بتاعتي كده. مش انا والله يا بابا، ده صاحبي. وفين صاحبك ده؟ زمان روح دلوقتي في بيته. والله لو مش في البيت، لو في بطن امه راح اجيبه. ليه كده يا زلمه؟ انا عملت لك ايه يا عم؟ احسن تستاهل عشان تبقى تبيعني يا كلب البحر. بقى كل ده عشان ما قعدتش معاك؟ يا ريت كنت قعدت معاك وضربنا احنا الاثنين يا عم. بس على فكره ابويا مش هيسكت لابوك، ابويا بس يخرج من المستشفى بعد اللي ابوك عمله فيه ده، وربنا ما هيسكت له. والله العظيم اللي هيمد ايده على الفراوله دي اللي هعلقه. الفراوله دي مش للاكل، الفراوله دي انا عاملاها للعصير. على الله يكون كلامي اتفهم. حاضر حاضر. يا نهاركوا اسود ومنيل، مين الحيوانات فيكم اللي اكل طبق الفراوله اللي كان جوه؟ والله ما انا، والله ولا انا يا ماما. احسن ده انت هتتنفخ. انت اللي اكلته؟ يستاهل اخيرا انت هتاكل ضرب. بألف هنا وشفا على قلبك يا حبيبي. لو عايز تاني قول لي هنزل اجيب لك واقطع لك واجيب لك تاني يا حبيب قلبي.